ايه رايك؟ تحفه. بس برضه حاسه ان انا مش قادره ادفع تمن فيلا زي دي صراحه، زي ما قلت لك. لا لا لا، ما تقلقيش، احنا ممكن قوي ندفع جزء ونقسط الباقي. بس انا اللي اعرفه ان اداره الكومباوند هنا ما بتقسطش، وحتى بيعملوا انترفيوز للكلاينتس. سيبي الكلام ده عليا، انا اللي هعمل الديل. انا هبقى مطمن عليكي في الكومباوند ده، بعدين هنا كريمه المجتمع. ما اعرفش مصطفى، حاسه اني عايزه افكر كمان كويس. يلا بينا. يلا فوت قدامي. مش عايز ولا كلمه. عملت ايه بس يا حضره الصوت؟ شوف انت بقى روح امك، هببت ايه؟ والله ما عملت حاجه يا حضره الصوت جابر، ده انا ماشي جنب الحيط وما عملتش اي حاجه خالص. ما انت عارفني، ده حتى المساجين كلهم بيحبوني وبيعتبروني ابوهم وروحي. ايه تستظرف هنا يا اخويا بقى؟ روحي. طب امشي بقى انجمي بدل مقلبك روحيه. طيب ما تعرفش ان سعاده المامور عاوزني فيه؟ المامور مش عايزك. امال مين؟ ما اعرفش. فوت قدام الجار. يلا فوت قدام. فوت. تمام يا امين بيه. اقسم بالله يا باشا ما عملت حاجه غلط، واسال سعادتك زي ما تحب. اقعد. الوقت ده حاجه غريبه قوي يا سيد، بيطول ويقصر، مش زي ما كنا فاكرين زمان. لا مؤاخذة يا باشا، مش لاقت معايا يعني. يعني مثلا العشر شهور اللي فاضلين لك عشان تخرج من السجن ممكن يبقوا 10 سنين فجأة كده، على حسب انت هتلبس ايه. انت عاوز ايه بالظبط يا باشا؟ انا مش فاهم. رسيني وانا خدامك، بس انا ما اقدرش استنى هنا يوم زياده عن المده اللي انا هقضيها هنا. زينه مختار. مالها؟ يا فين؟ ربنا يحرقها مطرح ما راحت. الله يبارك لك يا باشا، بلاش نجيب سيره الست دي. الله يخليك، ده هي السبب في الرميه السوداء اللي انا مرمي فيها دي. ايوه، بعد ما قشطتني. يا نار، لو ايدي طولها هخنقها من زمارة رقبتها. يا ريت يا باشا لما تعرف طريقها فين تبقى تقول لي ينوبك فيا سواه. بص يا سيد، انت كبيرك عندي خرطوشتين سجاير وخيشك تخيشه لحد ما يبان لك اصحاب، مش هيبان لك. اقسم بالله يا باشا ما اعرف هي فين. ما اعرفش هي فين يا باشا. أنا طلعتها أول ما دخلت السجن، خلعتني وبهدلتني وما شفتهاش من ساعتها. ده أنا آخر واحد ممكن تقول لي هي طريقها فين. وماله؟